السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مؤثر جميل ان انت تديله صورة والصورة تبقى فاضية، ولكن في ايد تتحرك كده فتبدأ انها تنزل الصورة. خلينا نشوفها عملي. الموقع ده بيعملها لنا هو مجانا، وفي شوية اختيارات كويسة. خلينا مثلا نختار الشعار دوت، شعار العنقاء رمز للنهضة، ان من وسط الركام هيبدأ يطلع فيه نهضة ان شاء الله قريب. تمام، هو تقريبا في ثواني هو هيبدأ يحمل الصورة ويبدأ ان هو يعمل لها التأثير. ممكن تختار بقى الخلفية نفسها تبقى ايه، لو الصورة فيها شفافية. عايزة كام ثانية؟ الكالر في الديوريشن قد ايه؟ كام فريم في الثانية؟ وممكن تضيف تأثير فيد اوت افكت لما يخلص يروح عامل فيد اوت، وممكن تسيفها ك ام بي 4. فانت تختار ملف كونفرت، تقدر تعمل لها داونلود كفيديو، وتقدر تجمع كذا فيديو مع بعض لحد ما يبقى معاك فيديو كامل. تمام، طيب نشوف مثال سريع على الصورة اهي. ممكن تخليها كده، وممكن تخلي كأن في ايد هي اللي بترسم. اي زي الايد ديت. فاعمل لنا الصورة بالشكل دوت. طبعا تقدر تغير الاختيارات بحيث توصل للحاجة اللي انت عايزها، كم فريم في الثانية، عدد الكالر. تمام، وتقول له اعملها لي تاني. تقدر تسيف الصورة دي بحيث ان انت تجمع، تسيف الفيديو تجمع كذا فيديو ورا بعض، فيبقى عندك مثلا فيديو طويل بتحكي مثلا أجزاء، أو كل فيديو بيحكي قصة معينة وهكذا.